السلام عليكم شباب، ده الجزء الأخير إن شاء الله. المحاضرة النهاردة نبدأ نتكلم فيها عن برمجة الـ PLC. وفي خبر كده هيعجبكم غالبا، تفرحوا بيه. وصل يا دكتور، مفيش حاجة عرفنا دكتور. لسه الخبر طازة يعني. الحمد عصفرنا لله، كتير. الحمد لله، اول ما نعلم عندكم يوم مراقبه. ماشي، مفيش ميد ترم. الميد ترم اتكنسل، مفيش امتحان ميد ترم ولا عمل سنه. يا اما يتحط سؤال في الفاينل اكزام خاص باعمال السنه، او يعني يتضرب فاكتور ويتحط درجه اعمال السنه بطريقه او باخرى لسه هيتم تحديدها يعني. بس كده النهائي ان مفيش اعمال سنه لاي ماده خالص، مش بس الماده بتاعتنا، لكل المواد يعني. مفيش امتحانات اعمال سنه ولا من ترمات، وده كويس برضو يعني لحاجتين: امان اكتر ليكم عشان النزول والحاجات دي والمرض، والحاجه التانيه تحاول تذاكروا برضو، ما يبقاش عليكم ضغط كبير في الفتره اللي جايه. بس انتوا بقى ما تناموش يعني، برضو ذاكروا عشان الفاينل قريب مش بعيد، لازم تخلص اول باول الحاجات اللي عليك. دكتور ما تدلنا الدرجات بتاعت الميد ترم هدية كده عشان الفترة الوحشة اللي احنا فيها. هو ده غالبا هيحصل بشكل او باخر يعني، ممكن ما يكونش نفس الكلام اللي انت قلتيه، بس هيحصل حاجة شبه كده. ما هو طالما الميد ترم اتلغى، يا دكتور مثلا ممكن ناخد نص درجة اعمال السنة كده مثلا كهدية كده، والباقي يكون في الفاينل مثلا. لا، هو ممكن تحط سؤال سهل في الفاينل خاص باعمال السنة، سؤال واحد سؤال كده دلوقتي ده خاص بأعمال السنة. هم قالوا كل الامتحانات تيجي كلها سهلة عشان احنا غلابة. احنا مضغوطين جامد يا دكتور، الترم كله اصلا مش مكمل شهرين. خليني بس اكون واضح معاكم عشان ما تفهمش الحاجة غلط. كل الأساتذة بشكل او بآخر هيراعوا موضوع الظروف اللي احنا بنمر بيها كطلبة وكأسر وكل حاجة. يا ريت والله. انتوا كطلاب ما ينفعش تعتمدوا على الكلام ده وتحط في ذهنك ان الامتحان جاي سهل، فخلاص مش هذاكر او اذاكر الحد الادنى من المذاكره، فهتصدم وممكن لا قدر الله تشيل الماده. الامتحان تيجي سهل، بس لازم برضو تحط اسئله متنوعه بتقيس مهارات مختلفه للطلاب، وتفرق وتميز بين الطلاب بمستويات مختلفه، من الطالب اللي اجتهد وذاكر وشاطر وفهم، ومن الطالب اللي نص نص، ومن الطالب الاقل في المستوى. ما اقدرش اجيب امتحان سهل كله جه فيه فول مارك ويبقى الناس كلها فرحانه، مش هينفع. لازم الامتحان يكون متنوع عشان يقدر يميز ويفرق بين الطلاب ويدي كل واحد حقه، حتى اللي يجيب تقدير يبقى فرحان وواخد تقدير لان هو فعلا ده مستواه، وهكذا كل واحد يعني. لكن لو امتحان سهل وكله جاب فول مارك، ما هو كده انا ما ميزتش بين الطالب اللي ذاكر واجتهد والطالب اللي ما ذاكرش. فمش عايز بس ان الكلام يتفهم غلط، الامتحان مش هيجي صعب ومش هيجي سهل، لازم تذاكر المادة العلمية اللي انت خدتها وتفهمها كويس عشان تقدر تجاوب على الأسئلة اللي هتيجي في الامتحان. الكلام واضح يا شباب؟ عشان بس انت ما تكونش في ذهنك ان الامتحان جاي سهل فمش هذاكر، لا يعني هيبقى الموضوع صعب عليك. هو الامتحان طبعا هيبقى أسهل من السنين اللي فاتت وأبسط، بس برضه هيبقى فيه أسئلة متنوعة، مش كلها سهلة ومش كلها صعبة. أرجو يكون كلامي واضح ومفهوم بشكل سليم يعني. خلينا بقى نكمل الجزء الاخير ده عشان وقت ما يسمع. معلش يا دكتور، بس ممكن تقفل الريكورد وتشغله تاني عشان بس زمايلنا اللي يسمعوا معايا. ما هو كده كده الريكورد مسجل وهيطلع على الجروب لكل الناس، فهيسمعوا الكلام اللي عدى منهم ده، واللي ما حضرش برضه هيسمع كل الكلام ده. ايوه، ما انا قصدي يعني ماشي. بس ما هو كده كده المحاضره دي مسجله من اول لحظه لاخر لحظه، والتسجيل ده انا النهارده هرفعه على الجروب بتاع الفيسبوك، وكل الطلاب يقدروا يحملوا الكلام ده ويسمعوه. فلو في حد لسه ما دخلش الميتنج ده، وقت ما يخش هيكمل المحاضره معانا، لكن لما يحمل الريكورد هيسمعه من اوله. فهمت قصدي؟ ايوه يا دكتور واضح. في لغات برمجه كتيره للبي ال سي. اشهر ثلاث لغات بيتم استخدامهم في البرمجه: اللادر دايجرام، ال اي دي لادر دايجرام، الاف بي دي او الفانكشن بلوك دايجرام، وحاجه اسمها الاس تي ال او الستيتمنت ليست. لكن في لغات تانية كتيره زي السيكوينشال فلو شارت، وفي لغات تانية يعني، بس دول الاشهر.
اللادر دياجرام والفانكشن برو دياجرام دي لغات جرافيكال لانجوج تعتمد على الرسم مش على الكتابه، بينما الستيتمنت ليست الاس تي ال تعتمد على ان اكتب الكود او اكتب البرنامج عباره عن كلام بيتكتب او اوامر بتتكتب بطريقه معينه، لاين ورا لاين ورا لاين وهكذا، سطور تحت بعضيها، ده البرنامج او ده الكود. شبه كده الام فايل بتاع الماتلاب، واللغتين دول شبه كده السيمولينك بتاع الماتلاب. انت في السيمولينك بترسم او بتصمم دايره عباره عن بلوكات انبوت واوتبوت داخله مع بعضها، فبترسم في السيمولينك الماتلاب سيمولينك. لكن في الام فايل او السكريبت فايل بتكتب الكود بتاع البروجرام في الماتلاب، فده شبه كده. فاللغتين دول جرافيكال، لكن اللغه دي كتابه بتكتب البرنامج. اللغه دي كانت موجوده ومستخدمه بكثره زمان، لان كان لسه الكمبيوتر لابتوب ما انتشرش مع المهندسين بشكل كبير او مع الناس بشكل كبير، فكانت دي اللغه المستخدمه اكتر. ده كان زمان قديما يعني مثلا من 20 سنه ولا حاجه. لكن دلوقتي الكمبيوتر موجود مع معظم الناس واللابتوب موجود مع معظم الناس، فاللغه الافضل الاكثر تفضيلا واستخداما هي اللغات الجرافيكال. اللادر دياجرام مميز ومحبب، وهو اللغه الاكثر استخداما مع المهندسين لقربها من حيث الشبه يعني من الكلاسيك كنترول، نفس الرموز ونفس السيمبلز اللي موجوده في كلاسيك كنترول. فمعظم المهندسين بيحبوا او بيفضلوا استخدام اللادر دياجرام كلغه برمجه. الفانكشن بلوك دياجرام بعض الناس بتفضل التعامل بيها، خاصه لما يكون في انالوج سيجنالز وفي حاجات فيها فاريشن. فهي عباره عن بلوكات بتوصل مع ورا بعضها في شكل سيكونشال كده، انبوت واوتبوت. تاخد الانبوت هنا يخش على البلوك ده، الخارج بتاعه يخش على البلوك اللي بعديه، الخارج يخش على البلوك اللي بعديه، وهكذا. شبه الكنترول بلوك دياجرام بتاع الكنترول سيستم يعني. احنا هنركز على لغه واحده اللي هي اللادر دياجرام، هنحاول نتقنها نفهمها كويس قوي نتعامل بيها. السوفت وير اللي احنا هنشتغل بيه في الجزء العملي او سيموليشن هيتيح لينا اوبشن ان انا اقدر احول البروجرام من لادر دياجرام الى فانكشن بلوك او ستيتمنت، وبالتالي خلاص طالما البرنامج بيتيح لي الاوبشن دي مش محتاج ان انا اضيع وقت في ان اقعد اتعلم ثلاث لغات مختلفه. يكفي ان انا اتقن لغه واحده بشكل جيد وبكتب البرنامج بيها، وبعدين اقدر احول برنامج من لادر لفانكشن بلوك او العكس. تمام يا شباب؟ طيب الرسم اللي قدامك دي عباره عن اكزامبل او مثال. ده كونتاكت مفتوحه نورمال او كونتاكت، الانبوت اسمه اي 00، دي كونتاكت نورمال كلوز من انبوت اسمه اي 0.1، ده اوتبوت كويل، ده رمز الاوتبوت كويل كيو 00، دي حاجه اسمها السيلف لاتش، خدت كونتاكت مفتوحه من الاوتبوت وصلتها ان بارلل مع الانبوت اي 00، طبعا دي عشان تعمل لاتش او سيلف لاتش زي ما خدنا وتعلمنا في الكلاسيك كنترول. ده برنامج بسيط عباره عن رانج واحده او نتورك واحده لادر دياجرام. لو عايز اعمل نفس البرنامج ده في الفانكشن بلوك دياجرام، التو كونتاكت دول بارل اللي هو الاي 00 والكيو 00، فانا هختار بلوك اسمه اور بلوك وادخل له اثنين انبوت، الاي 00 والكيو 00. حد يقول لي هي الكيو 00 انبوت؟ لا هي مش انبوت، بس دي كونتاكت من الاوتبوت، يعني ده اوتبوت كويل ودي كونتاكت بتاخد منه، كان ده ريلي ودي كونتاكت مفتوحه من الريلي. فالاثنين دول بارل مع بعض فيخش على بلوك اسمه ايه؟ اور. خارج بتاع بلوك الاور اللي هو الخط ده هيتوصل مع كونتاكت نورمال كلوز من اي 01 سيريز. فاختار بلوك اند عشان اوصله سيريز، ويبقى الخارج بتاع الاور يتوصل كانبوت على بلوك الاند، والاي 01 تخش، بس قبل ما تخش على الاند بلوك هتحط على دايره كده اللي هي النوت جيت. نوت جيت عشان هي نورمال كلوز. بعدين خارج الاي 01 بيتوصل مع الاوتبوت كويل هو كيو 0، فاخد الخارج بتاع الاند على اوتبوت اسمه كيو 0.0. فالبرنامج ده الفانكشن بلوك دايجرام ده هو تيبيكال البرنامج ده، بس ده مرسوم لادر دايجرام وده مرسوم فانكشن بلوك دايجرام. سواء ده او ده هم بنفس البرنامج على فكره. طب لو عايز اكتب نفس البرنامج ده بالاس تي ال او الستيتمنت ليست، فاكتب كلمه لود معناها لود دي معناها اللي هي الكونتاكت مفتوحه، واخد مسافه واكتب اي 0.0، بعدين اكتب او هنا معناها اور، واكتب كيو 00 اللي هي الكونتاكت دي، بعدين اكتب اي ان معناها اند نوت اند نوت، واكتب اي 01 اند معناها سيريز ونوت معناها ان الكونتاكت مقفوله، بعدين اكتب ايكوال اللي هي الاوتبوت واكتب كيو 00. فالكود ده هو نفس البرنامج ده هو نفس البرنامج ده، بس ده بلغه اللادر دياجرام، ده بلغه الفانكشن بلوك، ده بلغه الستيتمنت ليست. معظم المهندسين بيفضلوا اللادر دياجرام اللي احنا هنشتغل بيه ان شاء الله في الكورس بتاعنا. البرنامج بيتقرا ازاي؟ البروسيسور لما يقرا البرنامج بيقراه ازاي؟ بيقراه من فوق لتحت مش شمال ليمين.
يعني البرنامج بيكون مكتوب عباره عن سطور او رنج او نتورك، فالسي بي يو بيبدا من اول لاين يقراه من الشمال لليمين، لما خلاص ونفذه يبقى داخل على اللاين بعده يقراه من الشمال لليمين واللي بعده واللي بعده، يبقى البرنامج بيتقري من فوق لتحت من الشمال للايه لليمين. دي طريقه قراءه البرنامج او تنفيذ الاوامر اللي مكتوبه في البرنامج لحد لما السي بي يو يوصل لاخر البرنامج ويلاقي امر اند او يلاقي ان ده البرنامج خلص، فيبدا بقى تخلص كده الاسكان سايكل ويقراه مره ثانيه في السايكل الجديده. في سيمنز اللي احنا هنشتغل عليها وهنتعامل معاها الادريسنج او الانبوت بيبقى اسمه اي والاوتبوت اسمه كيو. فالانبوت بيتسمى ازاي؟ لما كنا بنقول اي 0.0 معناها ايه؟ ولا اقول اي 1.0 معناها ايه؟ او اي 0.1 معناها ايه؟ او اي 3.4 معناها ايه؟ الارقام دي معناها ايه؟ الليتر اللي بيكتب في الاول ده الليتر ده بيبقى بيمثل الاريا ايدنتيفاير. يعني ايه؟ فلما اكتب هنا اي بتكلم على الانبوت ميموري اريا. طب لو كتبت كيو بتكلم على الاوتبوت ميموري اريا. طب لو كتبت ام بتكلم على حاجه اسمها الماركر ميموري اريا او الانترنال ميموري اريا ماركر هنشرحه بعدين. طب لو كتبت هنا حاجه اسمها الفي بدل اي في حرف الفي ده الفاريبل ميموري اريا. يبقى اذا اول ليتر ده بيمثل الاريا اللي انا بتكلم عنها او اللي انا بشير ليها كادريسنج كعنوان. الرقم اللي بعد الاي اللي هو رقم 3 ده بيمثل رقم البايت البايت ادرس. سيمز متقسمه الميموري جواها كانها بايت، بايت يعني 8 بت. فده رقم البايت، دي البايت نمبر 3. فين البايت نمبر 3 هنا؟ اللي هي الصف ده، دي كده اسمها بايت نمبر 3. الصف ده كله كده اسمه بايت نمبر 3. طيب بعدين في دوت هنا مجرد سيبريتور او فاصل يعني، بعدين في رقم تاني اللي هو 4. الرقم ده بيمثل رقم البت اللي جوه البايت، البت اوف بايت. فلما اقول 4 هنا بتكلم على البت نمبر 4 في البايت نمبر 3. فلما اقول اي 3.4 فانا بتكلم على البلوك ده المربع ده اللي هو حجمه 1 بت، اللي هي البت نمبر 4 في البايت نمبر 3 في الاي اريا. طب لو قلت اي 2.1 اي 2.1 هيبقى انهي مربع؟ اي 2 بتكلم على بايت نمبر 2 اللي هي الصف ده الاي 2. دوت 1 بتكلم على البيت نمبر 1 اللي هو المربع ده كده، ده كده اي 2.1 البلوك ده او المربع ده اللي هو 1 بت. اي 2.1 ليه احتمالين، يا اما يكون جواه 1 يا اما يكون جواه 0. طب اي 3.4 يا اما يكون جواه 1 يا اما يكون جواه 0 برضه. فده كده السلايد دي تشرح ازاي بعمل ادريسنج او ازاي بسمي البت جوه البي ال سي بتاع سيمنز. طبعا الرقم 4 ده يعني الرقم بتاع البت ده اخره 7، يعني البت عندي اتغير من كام لكام؟ من 0 ل 7. فده ممكن يكون 0 او 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 او 7، اخره 7. ما يجيش حد بقى يقول ناصح يقول لي ايه اي 3.8، انت بتهزر، مفيش حاجه اسمها 8، انت اخرك هنا الرقم ده اخره 7، ما ينفعش يكون اكبر من 7. انت عندك البايت بتشيل 8 بت والبت دي اسمائها من 0 ل 7، ما ينفعش حاجه ثانيه غير كده. بينما رقم البايت ده ممكن يزيد، يعني ممكن ما اقفش عند بايت نمبر 5، ممكن اكمل 5 6 7 8 9 10 20 50 100 100 200 300 1000. يعني رقم البايت ده ممكن يزيد، يعني الرقم ده ممكن يزيد عادي، ده ملوش اخر حسب الحجم الميموري عندي حجمها قد ايه. لكن الرقم ده او الخانه دي اخرها 7، ما ينفعش تزيد عن 7. الليتر بيمثل الاريا اللي بتكلم عنها، بتكلم عن انبوت بكتب اي، بتكلم عن الاوتبوت اكتب كيو، بتكلم عن حاجه اسمها الماركر اكتب ام، بتكلم عن الفاريبل اكتب في، وهكذا. دي انواع الميموري اللي موجوده في البي ال سي. الاي ده انبوت اريا، الكيو اوتبوت اريا، الام ده ماركر او انترنال ميموري، الفي فاريبل، التي تايمر، السي كاونتر. في حاجات ثانيه غير دول بس احنا هنتكلم عنها تباعا. يعني في حاجه اسمها الاس ام السبيشال ميموري اريا او الفلاج ريجستر، في حاجه اسمها الاس اللي هي السيكونشال ميموري اريا، في حاجه اسمها الاي اي والاي كيو انالوج انبوت انالوج اوتبوت. حاجه ثانيه كلمه هنا ريتنتيف ولا لا، كلمه ريتنتيف معناها فولاتايل او نون فولاتايل، يعني هل الميموري دي بتظل محتفظه بالداتا حتى لو الكهرباء اتقطعت عن البي ال سي ولا لا. لو كانت الميموري تحتفظ بالداتا مع انقطاع الكهرباء او التغذيه يبقى دي اسمها ريتنتيف اريا، يبقى يس. اما لو ما كانتش تحتفظ بالداتا يبقى دي فولاتايل اريا او نوت ريتنتيف، فيبقى مكتوب هنا كلمه نو. ده مثال على الكونكشن، بس طبعا هنا جايب جهاز خاص بشركه ميتسوبيشي، فالانبوت والاوتبوت هنا ما اسمهمش اي وكيو زي سيمنز، اسمهم اكس واي. يعني ده جهاز اكس واي واي، الانبوت اسمه اكس 1 واكس 2 واكس 3 والاوتبوت اسمه واي 1 واي 2 واي 3. طبعا الشركات المختلفه بيبقى كل شركه لها اسم انبوت واسم اوتبوت مختلف عن الشركه الثانيه. يعني في الم برادلي الانبوت اي واو، في سيمنز الانبوت اي وكيو، في الشركه دي اكس واي، في شركه ثانيه ممكن يبقى تلاقي اسم الانبوت والاوتبوت مختلفين. فالانبوت والاوتبوت ده متعارف عليه بيتغير اسم الانبوت والاوتبوت من شركه لشركه اخرى،
لكن في الاخر المبدا بتاع الكونكشن ومبدا البرمجه بيكون واحد. فانت وانس انك اتعلمت بي ال سي بتاع شركه معينه خلاص انت ممكن تبرمج اي بي ال سي لاي شركه ثانيه. الموضوع بقى بسيط وسهل. هنا انا موصل اتنين انبوت عباره عن نورمالي اوبن بوش بوتون كستارت للموتور ونورمالي كلوزد بوش بوتون كستوب للموتور. وبوصل اوت واحد اللي هو الموتور كويل كونتاكتور. يعني ده الكونتاكتور شغل الموتور اللي هو ام 1. طبعا الكونكشن ده احنا خلاص شرحناه قبل كده. يا ترى اللمبه بتاعت الانبوت اللي اسمه اكس 2 منوره ليه؟ منوره عشان الانبوت اللي واصل معاها عباره عن نورمالي كلوزد بوش بوتون. طيب معنى ان هي منوره كده يبقى ال1 بت اللي في الميموري جوه بتاعت الانبوت بتاعت اكس 2 جواها 1. فالسي بي يو لما يجي يتحول للرام مود ويجي يبدا ينفذ السكان سايكل ويعمل انبوت سكان هيكتشف ان الانبوت اكس 2 اكتيفيت او شغال او في 1. فاول لما البروسيسور يلاقي ان في انبوت 1 على طول في البروجرام في اللادر دايجرام هيغير شكل الكونتاكت او نوع الكونتاكت او حاله الكونتاكت باسم الانبوت اللي هو 1. ده الهاردوير كونكشن. ده البروجرام اللي هيتكتب ويتحمل على البي ال سي. في البروجرام انا عايز اعمل ايه؟ عايز لما ادوس على الستارت بوتون الموتور يشتغل، ولما اشيل ايدي يفضل شغال، ولما ادوس على الستوب بوتون الموتور يقف. يعني ده تشغيل وايقاف موتور عاديه جدا عن طريق مفتاحين ستارت وايه وستوب. والستارت كهاردوير نورمالي اوبن بوش بوتون، والستوب عباره عن نورمالي كلوزد بوش بوتون. فهاجي اعمل برنامج هحط كونتاكت مفتوحه من اكس 1 باسم الانبوت الاولاني اللي هو بيشغل، بعدين هعمل كونتاكت مفتوحه من اكس 2، وبعدين هرسم الاوتبوت كويل اللي هو واي 1 اللي بيتوصل مع الكونتاكتور، وما انساش اعمل اللاتش كونتاكت مفتوحه من واي 1. ده كده سوفت وير بروجرام، يعني ده مش هيتوصل كهاردوير، ده كده برنامج، ده هو اللي اتوصل كهاردوير فقط، لكن ده برنامج. طب ليه انا عامل اكس 2 مفتوحه؟ مش المفروض تكون اكس 2 نورمالي كلوز؟ لا، في الرسمه دي المفروض تكون نورمالي اوبن. واللي هيتكفل ان هو يقفلها البروسيسور. اول لما يجي يعمل سكان الانبوت هيلاقي الانبوت اكس 2 لمبته منوره، يعني الانبوت ده ميدي سيجنال يعني اكتيفيت، وبالتالي هيغير الكونتاكت باسم اكس 2 في البرنامج فيخليها مقفوله. دلوقتي لو ضغطت على الستارت بوتون هيقفل ده، اللمبه بتاعت اكس 1 هتنور. اول لما تنور اكس 1 مين هيعرف ان هي نورت وان الانبوت ده شغال؟ البروسيسور لما بيجي يعمل سكان سايكل ويكررها. فلما يلاقي اكس 1 اشتغل على طول مغير الكونتاكت بتاعته في البرنامج يقفلها. فلما يقفلها ودي اصلا مقفوله فالمسار يكتمل، فالكويل ماله واي 1 يشتغل يبقى اكتيفيت. اول لما الكويل 1 واي 1 يشتغل يقفل دي فيعمل سيلف لاتش وينور اللمبه بتاعت الاوتبوت اللي اسمه واي 1 في البي ال سي، ويقفل لك واي 1 مع الكومن فيكمل لك الدايره فيشغل الكونتاكتور كويل فالموتور يشتغل. طيب لو شلت ايدي من على مفتاح التشغيل من على الستارت بوتون يبقى المسار مفتوح، اللمبه بتاعت اكس 1 هتفتح، هترجع الكونتاكت دي اكس 1 لاصلها مفتوحه، بس الموتور يفضل شغال. ليه؟ لان واي 1 هيبقى عامل لاتش في البرنامج هنا وقافل المسار ده. طب انا عايز اوقف الموتور، لو ضغطت على الستوب بوتون اللي هو نورمالي كلوز، لو ضغطت عليه بايدي المفتاح ده هاردوير هيبقى هيفتح ان هو اصلا نورمالي كلوز، فهيفتح هيبقى اوبن. فلما الستوب بوتون يفتح هيفصل او يقطع الاشاره عن الانبوت اكس 2، فاللمبه بتاعت اكس 2 هتطفي بعد ما كانت منوره لان قطعت عنها السيجنال او اشاره. البروسيسور هيكتشف الكلام ده لما هو بينفذ سكان سايكل. فلما اكس 2 لمبته تروح يعني الانبوت في زيرو، هيروح مرجع اكس 2 في البرنامج لوضعها الاصلي. انت كنت رسمها ايه؟ مفتوحه، تروح راجعه مفتوحه. اول لما اكس 2 تفتح الكويل واي 1 هيفصل لان انت قطعت عنه الاشاره في البرنامج، فيروح الموتور واقف على طول. طيب ولما اشيل ايدي على مفتاح الايقاف هيرجع المفتاح كلوز زي ما كان لان هو نورمال كلوز، هترجع اللمبه اكس 2 منوره، هترجع دي مقفوله. هل الموتور اشتغل؟ لا، مستني مين يشغله؟ مستني ضغطه على الستارت موتور عشان اكس 1 تقفل والموتور يشتغل. واضح الكلام ده يا شباب؟ المثال ده واضح ولا في اسئله؟ تمام يا دكتور. معلش يا دكتور، انا بس يعني مش برضو مش قادر توصل لدماغي اكس 2 تبقى مفتوحه ليه يعني. طب لو عملتها مقفوله هيحصل ايه؟ لو انت رسمتها نورمال كلوز زي خليك معايا خليك معايا مع حضرتك يا دكتور، زي الرسمه دي كده، يعني دي كونتاكت مالها مقفوله صح؟ لو انت رسمتها مقفوله زي دي كده اشرح لي كده هيحصل ايه؟ يعني لو اكس 2 دي مقفوله نورمال هيحصل ايه؟ لما تدوس على البوش بوتون. استنى، لا ما تدوسش على حاجه لسه، بص على اي
اول لما وصلت بس الكهرباء البي ال سي هتلاحظ ان اللمبه دي مالها برضو بتاعت اكس تبقى مش منوره، مش المفتاح ده نورمال كلوز اصلا؟ انا غيرت بس لا نورمال، لكن ده اصلا نورمال كلوز من الاول. مفتاح الايقاف ده نورمال ايه؟ نورمال كلوز. جميل، يبقى اللمبه دي مالها؟ منوره عشان المسار مقفول في سيجنال وصل. طب منوره مين هيعرف انها منوره؟ السي بي يو. السي بي يو عن طريق دايره الانترفيس بتاعت الانبوت. طب عارف انها منوره بيعمل ايه؟ بيخش يغير الكونتاكت اللي باسمها، مش دي اسمها اكس 2 ودي كمان اسمها اكس 2 خدت من واحد. ايوه طيب يبقى لازم فهمت كده. تمام انت عاملها مقفوله هتتفتح. طيب لما تفتح تيجي بقى تشغل تدوس على الستارت بوتون هنا فيقفل، فاللمبه دي تنور اكس 1 هتنور لما تدوس على الستارت، اول لما تنور دي هتقفل في البرنامج. بس هل ده هيشتغل؟ لا لا. تمام صح كده، يبقى صح فهم. مش مقفول. فهمت يا دكتور، شكرا لحضرتك. دي حته مهمه على فكره جدا وهنشرحها في الاربع حالات بتوعها دلوقتي حالا، بس قبل ما اشرحها احنا نبدا في الجزء ده من المحاضره نتعامل مع الاوامر دي. ده رمز الكويل اوتبوت، ده رمز الان او كونتاكت النورمال اوبن كونتاكت، ده رمز الان سي كونتاكت النورمال كلوزد كونتاكت. ده امر هناخده اسمه سيت، وده امر هناخده اسمه ريسيت، وده امر هناخده اسمه بوزيتيف ايدج، وده امر هناخده اسمه نيجاتيف ايدج او نيجاتيف ترانزيشن والبوزيتيف ترانزيشن. ده اللي هناخده في المحاضره دي النهارده ان شاء الله، نضطر نخلص الحاجات دي النهارده. اول اكزامبل في المحاضره النهارده في البرمجه بنعمل اكزامبل سهل وبسيط. لو انا عايز اعمل تشغيل وايقاف لبوتر، هوصل مفتاح تشغيل ستارت بوتون ومفتاح ايقاف ستوب بوتون. ايه الاحتمالات اللي عندي؟ عندي اربع احتمالات، ان يكون مفتاح التشغيل كهاردوير الستارت بوتون هاردوير نورمال اوبن والستوب برضه نورمال اوبن، او يكون الستارت اوبن والستوب نورمال كلوز، او يكون الستارت نورمال كلوز والستوب نورمال كلوز، او يكون الستارت نورمال كلوز والستوب نورمالي اوبن. مش انت هتوصل مع البي ال سي زي الرسمه اللي فاتت دي كده مفتاح تشغيل ومفتاح ايقاف؟ المفتاحين دول احتمالاتهم يا الاثنين نورمال اوبن يا الاثنين نورمال كلوز، يا اما يكون الستارت ان او والستوب ان سي، يا اما العكس الستارت ان سي والستوب ان او. يبقى كام احتمال؟ اربع ايه؟ احتمالات. يا ترى في كل احتمال من دول هل البرنامج كسوفت وير هيبقى هو ولا يتغير؟ يعني هل البرنامج هيختلف شكله وشكل الكونتاكت اكس 1 واكس 2 او اي 0 0 واي 0 1 مع اختلاف الهاردوير كونكشن؟ تعال نشوف الكلام ده عشان ده كلام مهم. في الحاله الاولى، في الحاله الاولى الستارت والستوب انت موصلهم كهاردوير مع البي ال سي الاثنين نورمالي ايه؟ الاثنين نورمالي اوبن زي ما احنا شايفين كده. طيب فالبرنامج بيعمل ازاي؟ لازم البرنامج يترسم كده. مفتاح التشغيل في البرنامج او الكونتاكت الخاصه بالاي 0 0 هوصلها مفتوحه، والاي 0 1 اللي هو الايقاف هوصله اكتبه ايه في البرنامج او ارسمه في البرنامج؟ ارسمه نورمال كلوز، وبعدين ارسم الكويل وما انساش اعمل اللاتش. طيب خد بالك من حاجه، اول لما اوصل كهرباء للبي ال سي لو الستارت متوصل مع اي 0 0 والستوب بوتون متوصل مع اي 0 1، هل في اي لمبه منوره في البي ال سي هنا في الحاله دي؟ لمبه الانبوت منوره سواء دي او دي؟ لا لا ما فيش حاجه منوره. الاثنين نورمالي ايه؟ اوبن. نورمالي اوبن اه. فانا كده ما عنديش اي انبوت يعكس لي اللي انا هعمله، يعني ما فيش حاجه هتتغير في البرنامج عن اللي انا هعملها، لان ما فيش لمبات منوره بطبيعتها. ما فيش حاجه عندي متوصله كانبوت نورمالي كلوز. وبالتالي اللي انا فاهمه هعمله بدون اي تغيير او تعديل. اللي بيشغل زي الاي 0 0 بيتحط مفتوح، واللي بيوقف زي الاي 0 1 يتحط ايه في البرنامج؟ مقفول. او يترسم نورمالي كلوز في البرنامج. طيب. يبقى انا اول لما وصلت الكهرباء من غير ما اعمل اي حاجه دي مفتوحه زي ما هي ودي مقفوله زي ما هي، وطبعا ده مش شغال عشان دول مفتوحين فالمسار مش مكتمل. طيب لو ضغطت على الستارت بوتون اللي متوصل مع اي 0 0 مش اللمبه بتاعت الاي 0 0 هتنور في البي ال سي هاردوير؟ ايوه هتنور. لما هتنور يحصل ايه في البرنامج؟ مين اللي هيقفل؟ هيعكس. هيعكس هي ال 1 اي 0 0. فلما تتقفل اي 0 0 ودي اصلا مقفوله كده المسار ماله؟ اكتمل والكيو اشتغل وعمل لاتش. طب لو شلت ايدي على الستارت بوتون هيرجع مفتوح، وهترجع دي مفتوحه بس هيفضل الموتور شغال لانه عامل ايه؟ لاتش. طيب لو ضغطت على الستوب بوتون اللي هو نورمالي اوبن مش هيتقفل، واللمبه بتاعت الاي 0 1 هتنور. اول لما لمبه الاي 0 1 تنور يحصل في دي ايه؟
تتعكس فتفتح، فلما تفتح الموتور يقف، يبقى كده البرنامج صح طبقا للهاردوير ده. يبقى لو انا عندي الستارت بوتون انه او والستوب بوتون انه او وعايز اعمل برنامج تشغيل وايقاف موتور، لازم البرنامج يكون شكله عامل كده. ارسم الاي 00 مفتوح وارسم الاي 01 في البرنامج مقفول عشان الاثنين هنا نورمالي ايه اوبن. طب لو كان الحاله الثانيه بقى الستارت انه او هاردوير والستوب بوتون نورمالي كلوز زي اللي احنا شرحناه من شويه، هرسم الستوب في البرنامج مفتوح. لسه شرحناها حالا من شويه، الحاله دي لسه شرحناها من شويه في الرسمه اللي فاتت لو فاكرين. هرسم مفتاح الايقاف مفتوح. واحد يقول لي ازاي مفتوح ازاي؟ انا اقول لك ليه مفتوح، لان مفتاح الايقاف هنا كهاردوير نورمالي كلوز، فاللمبه مالها بتاعت الانبوت ده بتاعت اي 01 منوره بطبيعتها من غير ما المسها، فهتعكس لي الكونتاكت بتاعت اي 01 على طول. فانا هرسمها مفتوحه عشان اول لما وصل كهرباء للبي ال سي ويعمل سكان سايكل ويكتشف ان الانبوت ده شغال يروح قافلها لي. واضحه ولا ايه؟ برنامج الحاله رقم 2 واضحه؟ تمام يا دكتور. بس كده طب هو كده متاح يعني انه اللي اشتغل بيه يعني مثلا اوبن وكلوز ولا كله يعني؟ انا عايز بس اوضح حاجه معينه، ان طبقا للهاردوير اللي انت موصله لازم السوفت وير يتكيف معاه، يكون متوافق معاه. يعني عايز اقول لك ان البرنامج مش ليه شكل ثابت، انت بتغير في البرنامج طبقا او تبعا للهاردوير اللي انت موصله مع البي ال سي. فلو انت موصل الهاردوير ده لازم البرنامج يكون عامل كده، ولو انت موصل الهاردوير ده مع البي ال سي يبقى البرنامج شكله يبقى عامل كده. فانت بتغير في البرنامج اكوردنج للهاردوير اللي انت موصله للسويتشات. طب تعالى عشان الحاله رقم 2 دي اول لما وصل كهرباء للبي ال سي وما لمسش اي حاجه، هلاقي في البرنامج ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ حد يقول لي كده؟ اول لما وصل كهرباء للبي ال سي ويتحول لرام مود وما لمسش اي حاجه، مش هضغط على اي حاجه، هيحصل اي 0 اي 0 ده هيتقفل لوحدها. ليه؟ عشان المفتاح بتاعها نورمالي ايه؟ كلوز. هل الموتور هيشتغل؟ لا كده لسه مستني اي 0 0 والانبوت نفسه. لو ضغطت على الستارت بوتون اللي هو متوصل مع اي 0 0 هيقفل، فاللمبه هتنور، فالكونتا دي تقفل ودي اصلا مقفوله، فالمسار يكتمل ويشتغل الكيو ويعمل لاتش. لو شلت ايدي على الستارت بوتون هترجع دي مفتوحه بس في لاتش معمول فيفضل الموتور شغال. لو ضغطت على الستوب بوتون اللي هو نورمالي كلوز هيفتح، فلما يفتح الليد بتاعت اي 01 تطفي في البي ال سي كهاردوير. اول لما اي 01 ده يفقد السيجنال بتاعته ترجع الكونتاكت دي في البرنامج لاصلها مفتوحه فالموتور يقف. اذا البرنامج ده في الحاله رقم 2 صحيح طبقا للهاردوير كونكشن ده. يبقى لو كان ان او ان او هرسم البرنامج كده، ولو كان الستارت والستوب ان او ان سي هعمل البرنامج كده. الحاله الثالثه ان سي ان سي، الستارت نورمالي كلوزد والستوب نورمالي كلوزد، يعني اللمبتين مالهم بتاعت اي 0 0 اي 0 1 منورين. يا ترى البرنامج يبقى شكله عامل ازاي؟ انا في الحاله دي عندي اشكاليه. لما يكون عندي انبوت نورمالي كلوزد متوصل مع البي ال سي انا عارف مسبقا ان الانبوت ده هيعكس لي اللي انا هعمله. يعني لو انا راسم الكونتاكت مفتوحه هلاقيه قفلها لي، لو رسمها مقفوله هلاقيه فتحها، يعني هو هيعكس اللي انا هعمله. اي انبوت نورمال كلوز متوصل مع البي ال سي هيعكس الكونتاكت بتاعته في البرنامج على طول من غير ما المس اي حاجه، من غير ما اعمل اي حاجه. فانا بقى هبقى ذكي من الاول، هبقى يعني عندي فطنه وذكاء. اي انبوت نورمال كلوز متوصل مع البي ال سي انا عارف انه هيعكس الكونتاكت بتاعته في البرنامج، اروح انا اعمل ايه؟ اروح انا راسم الكونتاكت في البرنامج عكس اللي انا عايزها. فلما انا اعمل نفي وهو يعمل نفي، في قاعده مشهوره بتقول ايه؟ نفي النفي اثبات. خدتوا الكلام ده قبل كده مفروض في اللوجيك. في قاعده مشهوره تقول ايه؟ نفي النفي ايه؟ اثبات. كلنا عارفين ان الحاجه اللي بتشغل اللي بتعمل ستارت المفروض تكون نورمالي اوبن، تكون مفتوحه، فالمفروض اي 0 0 تسيب مفتوح مفيش كلام، والحاجه اللي توقف المفروض تكون مقفوله زي اي 0 1. فانا عشان عندي ده نورمال كلوز ونورمال كلوز هعكس تفكيري وهرسم اي 0 0 مقفوله وهرسم اي 0 1 مفتوح. طيب ممكن حد يقول لي كده اول لما اوصل كهرباء للبي ال سي في الحاله الثالثه دي من غير ما اضغط على اي حاجه ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ حد يقول لي كده لو سمحتوا. اي 0 دوت 0 هيفتح واي 0 دوت 1 هيقفل، فبالتالي يبقى الموتور واقف برضه. يبقى انا كده اللي انا عايزه وصلت له من غير ما اعمل اي حاجه صح؟ كاني وصلت لاول كيس لاول حاله، ده مفتوح وده مقفول من غير ما المس اي حاجه اهو.
يبقى ده في الحاله الثالثه وصلت اللي انا عايزه بالرغم ان انا عامل عكس اللي انا عايزه. طب انا عملت عكس اللي انا عايزه ليه؟ لان عارف ان الانبوت ده والانبوت ده هيعمل عكس اللي موجود او هيغير الكونتاكت اللي موجوده ليهم. ففي قاعده تقول نفي نفي اثبات، فعشان كده انا عكست تفكيري مع الستارت ومع الستوب. طيب اذا اول لما احمل البرنامج ده واجي اشغل من غير ما امس اي حاجه هلاقي دي مفتوحه ودي مقفوله. طب لو ضغطت على الستارت بوتون يحصل ايه؟ هيفتح فيقطع الاشاره عن الانبوت، فاللمبه بتاعت اي 00 تطفي، فترجع دي لاصلها مقفوله، مقفوله وده مقفول، الكيو يشتغل ويعمل لاتش. طب لو شلت ايدي هترجع دي تنور، الاي 00 هترجع تنور، هترجع دي مفتوحه بس هيفضل الموتور شغال لانه عامل لاتش. طب لو ضغطت على الستوب بوتون هيفتح ويطفي اللمبه بتاعت اي 01، فيرجع اي 01 لاصله مفتوح فيقطع المسار ويفتحه فيفصل الموتور ويوقفه. اذا البرنامج ده صح طبقا للهاردوير ده. الحاله الرابعه لو ال ان سي ان، لو الستارت نورمالي كلوز والستوب نورمالي اوبن. هنا انا مش هعكس تفكيري مع الستوب عشان هو نورمالي اوبن، انا هعكس تفكيري بس مع مين؟ مع الستارت. الستارت المفروض يرسم مفتوح، ده الطبيعي بتاعه اللي بيشغل بيكون ان او، بس انا هعكس تفكيري وارسمه ايه في البرنامج نورمالي كلوز، عشان كده رسمت اي 00 نورمالي ايه كلوز. بينما الستوب مش هعكس تفكيري معاه، الستوب بيكون ان سي وانا هرسمه ان سي زي ما هو، مش هعكس تفكيري معاه. الحاله الرابعه من غير ما المس اي حاجه واول لما اوصل الكهرباء للبي ال سي، يا ترى ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ حد يقول لي كده؟ الحاله الرابعه ايه اللي هيحصل في البرنامج؟ من غير ما المس اي حاجه بس اول لما اوصل الكهرباء او لسه الموضوع الاي 00 شغال، الاي 00 هيبقى اوبن، ايوه هيبقى اوبن مفتوح اوبن كونتاكت، والاي 01 هيبقى والاي 01 هيفضل زي ما هو، والموتور شغال ولا مش شغال؟ مش شغال، مش هدوس على البوش بوس. لو ضغطت على الستارت بوتون هيحصل ايه؟ هنا في الهاردوير هيحصل ايه؟ هو نورمال هيشتغل، ما انا عارف بس عايز اشرح التفاصيل. هو نورمال كلوز هيفتح صح؟ لو ضغطت عليه كهاردوير هيفتح، هو مقفول هيفتح صح؟ تمام. هيقطع الاشاره عن البي ال سي واللمبه او الليد بتاعت الاي 00 هتطفي، فترجع دي لاصلها مقفوله فالمسار يكمل ومين يشتغل؟ الكيو ويعمل لاتش. لو شلت ايدي هيرجع ده مقفول واللمبه هتنور الاي 00، فترجع دي مفتوحه بس هيفضل الموتور شغال لان في لاتش. لو ضغطت على الستوب بوتون المفتوح هيتقفل، فلما يتقفل يشتغل اي 01، اول لما اي 01 يشتغل يعكس دي فيفتحها، فلما يفتحها يوقف الموتور. اذا البرنامج ده صح طبقا للهاردوير ده. اللي عايز اقوله في الاربع حالات دول ايه؟ ان البرنامج اتغير من حاله لحاله according للهاردوير. اذا كل ما الهاردوير يتغير كل ما البرنامج يتغير معاه، مش هيبقى ثابت. يبقى انا لما اجي اعمل مشروع يا ترى اكتب البرنامج الاول ولا اوصل الاول هاردوير؟ مين يرد على السؤال ده؟ لو انا شغال في مشروع بالبي ال سي اكتب البرنامج ولا اوصل الاول هاردوير؟ اوصل الاول هاردوير، اوصل الاول هاردوير عشان اعرف انا موصل ايه وموصله فين. هل موصله مع اي 00 مع اي 02 مع اي 05، وهل اللي انا موصله مع اي 00 ده نورمالي اوبن او نورمالي كلوز، اللمبه منوره ولا مش منوره، عشان اكتب برنامج صح يتوافق مع اللي انا موصله. يبقى لازم اوصل الاول بعدين اكتب البرنامج مش العكس. طيب الحاجه الثانيه ان واضح كده ان البرنامج بيختلف مع اختلاف الايه؟ الهاردوير. الحاجه الثالثه ان البي ال سي اسهل من كلاسيك كنترول، لان انا في كلاسيك كنترول كنت بعمل دايره كنترول دايره باور. انا هنا ما عنديش دايره كنترول، انا استبدلت دايره الكنترول ببرنامج، فده وفر اسلاك كتير عندي. الحاجه الرابعه واضح جدا ان انا التعديل عندي سهل ومش فارق معايا اذا كان المفتاح ان هو ولا ان سي، انا بس بغير البرنامج فالموضوع هنا سهل. لكن لو جيت تعمل ده في كلاسيك كنترول هيطلع عينك مش عارف انت خدت ده ولا ما خدتوش. يعني انت لو في كلاسيك كنترول عايز تعمل تشغيل وايقاف ب 2 ان سي هتعرف؟ خدتوا الكلام ده؟ لو طلب منك، لا ما حضرتش، لو طلب منك تصميم دايره كنترول بس مفتاح التشغيل ان سي والايقاف ان سي هتعرف تعملها؟ لا ما خدناهاش، ما خدناهوش. فكر فيها كده لا صعبه، وهتلاقي الموتور بيشتغل من غير ما تشغله. ده حقيقه. فاهمين بقول ايه ولا مش فاهمين؟ طبعا هي لا حل، بس الحل هيكون مكلف، هضطر ازود في الدايره للجهاز زياده، فدي تكلفه والدايره هتكبر عشان احل المشكله دي. طبعا هنا في بس يا دكتور يعني الاربع طرق دول اكيد في واحده منهم هي الاحسن مثلا بالنسبه للفولتس، يعني هم كلهم شغالين في الحاله الطبيعيه ما فيش غير اي فولت تمام.
وجربناهم، لكن مثلا في اكيد واحده منهم مثلا لو حصل فولت تبقى ما فيش اذى منها للموتور او للبي ال سي، يعني مش معقوله الاربع حالات كلهم تمام كده. انا عايز بس اوضح نقطه عشان دي برضو بتعمل اشكاليه ساعات وبعض الناس ما بتبقاش فاهمه انا بعمل ده ليه او بشرحه ليه. كنت لسه بكمل الكلام واقول لو جيت تقول لاي حد في مصنع ولا في شركه ولا وانس كنترول ولا فني كنترول عايز اشغل موتور واط فيه ومفتاح ان سي وستارت وستوب ان سي، يقول لك ايه الكلام ده انت بتهزر، ده كلام مش معقول. مفتاح التشغيل دايما بيكون نورمالي اوبن مش نورمالي كلوز ابدا، مفتاح الايقاف بس هو اللي نورمالي كلوز اللي هي اول حاله دي، اول حاله الثانيه الستارت ان او والستوب ان سي ده الديفولت. فجيت تقول له اي حاجه ثانيه يقول لك لا الكلام ده مش منطقي، مفيش حد بيعمل كده، ده كلام مش طبيعي، مفيش حد بيشغل موتور مفتاح ان سي، ده مش دوره، اللي بيشغل بيكون دايما ان او واللي واقف دايما بيكون ان سي. هو كلامه صح. طب انا بشرح الكلام ده ليه؟ ليه بدل اربع حالات؟ لاكثر من سبب. السبب الاول عشان تبقى عارف لو عندك انبوت نورمال كلوز تتعامل معاه ازاي في برنامج في البي دي بشكل عام. الحاجه الثانيه ممكن يبقى انا عايز اشغل موتور مش بمفتاح، ممكن عن طريق سنسور. مش وارد ان اديك تطبيق واقول لك ان في سنسور موجود في مكان ما وعايزه لما يعمل ديتكت او يحس باوبجكت او بشخص ما الموتور يشتغل. مش ده وارد؟ تمام. مثال على الكلام ده الاسكليتورز او السلم المتحرك في المول التجاري او في المستشفى او في اي مكان، لو عندك سلم متحرك مش السلم ده في بدايته فيه سنسور؟ ولما في شخص بيمر من قدامه السنسور ده بيعمل ديتكت بيحس ان في شخص ما هيستخدم السلم يبدأ يشغل الموتور اللي بيحرك السير ويبدأ السلم يشتغل. معايا في الكلام ده؟ تمام يا دكتور. السنسور ده كهاردوير مش ممكن تبقى الكوانتك بتاعته اللي موجوده جواه نورمالي اوبن وممكن تكون نورمالي كلوز؟ تمام. طب لو الكوانتك نورمالي كلوز، نورمالي كلوز اهو اللي جواه هاردوير وانا عايزه لما يحس السلم يشتغل، اذا كاني عندي مفتاح ضغط نورمالي كلوز عايز اشغل بيه الموتور. نفس الفكره صح ولا لا؟ صح مظبوط. طب لو طلب منك تعمل، طبعا ده تطبيق صغير وبسيط ومش صعب ومش معقد، لو طلب منك تنفذ الكلام ده دايره كلاسيك كنترول عشان التكلفه مش عايزين بي ال سي، تعرف تعملها وانت تبقى صعب. السنسور للاسف اللي جالك في كونتاكت واحده بس هاردوير ونورمال كلوز، هو اول لما يحس هيفتحها مش هيقفلها، فانت عايزه لما يفتح الكونتاكت الموتور يشتغل مش يقف. واخد بالك من الكلام؟ تمام. ده اللي انا بس بحب اوجه نظرك ليه، ان انت في الحاله العمليه مش شرط بقى يكون ده ستارت بوتون وستوب بوتون، لا ممكن ده يبقى سنسور لسنسور تاني، وعايز السنسور ده لما يشوف يشغل الموتور وده لما يشوف يوقف الموتور بغض النظر بقى عن الكونتاكت اللي في السنسور هي ان او ولا ان سي. فلو ان او هتعامل معاها ولو ان سي برضه هتعامل معاها. يعني يفضل لو سمحتوا لو انتوا حابين ترجعوا للكلاسيك كنترول وتحاولوا تنفذوا الكلام ده كلاسيك كنترول هيفيدكم كتير ويخليكم تفهموا انا عامل ليه البرامج بالشكل ده. للاسف فاضل اقل من دقيقه واحنا لسه ما شرحناش حاجه، فانتوا حابين ايه؟ نقف لكده ولا نكمل؟ طبعا كله هيقول نقف، محدش رد. يعني ممكن نقف لحد كده. لو قلنا نكمل هتلاقي الدفعه كلها دعت علينا بس احنا كنا هنقول نقف وحضرتك قلت كله هيقول نقف دلوقتي. احنا 36 واحد بس اللي حاضرين، فالناس هتتكلم بقى لو انتوا لحد هنا بس. انا بعد كده الحل بتاعها جبت رجعوها كويس، شيت رقم 2 و3 بالحل بتاعهم رجعوهم كويس مع المعيدين ونكمل المره الجايه ان شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام.